سنرى أولا تفاصيل وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي، ثم نرى فجيعة رزان مغربي اليوم، حيث توفيت صباح اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 الفنانة الجزائرية ريم غزالي، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 38 سنة، حيث ولدت في عام 1982، وقدمت العديد من الأعمال الفنية بالجزائر، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي في النسخة الثالثة منه، وأصيبت بالسرطان مرتين. الله يرحمها، رحلت بعز شبابها 38 سنة، رغم كل النجاحات اللي حققتها في حياتها، كانت ملكة جمال. هنشوف دلوقتي. ولدت ريم غزالي في 29 يونيو عام 1982، وهي ابنة مريم غزالي وسليمان غزالي، ولديها شقيق يدعى أحمد يعمل في مجال الطيران. نشأت ضمن أجواء موسيقية، فوالدتها مريم تعزف على البيانو وتمتلك صوتا جميلا، أما والدها سليمان فيعمل مدير في قطاع الصحة. شاركت ريم غزالي في مسابقة ملكة جمال لوكس في 2004، وهي مسابقة محلية، وحققت اللقب نظرا لجمالها الذي لفت الأنظار، وكان شكلها رائعا جدا وتستحق هذا اللقب. شاركت في برنامج ستار أكاديمي 3 في عام 2005، وكان الأمر حلما يتحقق بالنسبة لها، قبل أن تخرج أمام زميلتها شيماء هلالي، والتي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها. اعتبرت ريم غزالي أن خروجها من برنامج ستار أكاديمي كان عن طريق مؤامرة، ولم يكن له علاقة بتصويت الجمهور بحسب ما صرحت. قالت وقتها أنها كانت سترفع دعوى قضائية ضد البرنامج لتحصل على حقها، أما إدارة العمل فقد نفت أن يكون قد حصل أي سوء تفاهم بينها وبين ريم غزالي. عملت في المحطة الوطنية الجزائرية ATV6، مثلت في العديد من الأعمال الرمضانية، وتزوجت من المنتج نبيل ابن ناصر. ده المنتج نبيل ابن ناصر زوجها، ربنا يعزيه ويصبره. دي ريم غزالي، كانت ملكة جمال ونجمة ستار أكاديمي، رحلت بعز شبابها عن 38 سنة، الله يرحمها. ومن ناحية أخرى، كانت قد كشفت ريم غزالي أنها قد تعرضت للتهديدات بهدف إفشال مسلسل بكرون الذي عرض على شاشة الام بي سي وقناة جزائرية خلال شهر رمضان عام 2018، وقالت أن التهديدات التي طالتها كانت في شكل محادثات من أشخاص بالوسط الفني بسبب الغيرة. أما عن إصابتها بالسرطان، ففي نوفمبر 2019 خضعت ريم غزالي لعملية استئصال ورم في الدماغ في إحدى المستشفيات في فرنسا، وبعد الانتهاء من العملية الجراحية طمأنت محبيها عبر صورة لها مع شقيقها في الحديقة، وقالت صورة تذكارية التقطتها أمي الغالية، وهي أول إطلالة لي على العالم الخارجي في حديقة المستشفى برفقة أخي الحبيب الذي لم يتركني ولا لحظة، زوجي لم يصدق عينيه لما رآني جالسة بالخارج عبر اتصال فيديو، كونه بقى في الجزائر ينتظر الرد على التأشيرة. وتابعت ريم غزالي: لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجددا، رغم علمهم بأنني محارب وشخص لا يستسلم بسهولة. شهران في الظلام كان أمرا صعبا جدا، لكن العودة ستكون أقوى إن شاء الله، الحمد لله. ربنا يرحمها. في فبراير عام 2020 انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة ريم غزالي، فنفت الموضوع بسرعة على صفحتها، وأعادت نشر الخبر مع عبارة: حسدونا في المرض وقتلونا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، إنها النفوس المريضة.
تروج للشائعات من أجل الحصول على عدد كبير من علامات الإعجاب من دون مراعاة لقلق العائلة والأحباب. وفي الوقت ده كان بشار غزاوي اللي هو زوج شقيقتها كان اتكلم في اي تي بالعربي بيطمن الناس عليها، و اي تي بالعربي نشر الصور ديت وكتب برضو أولى خطواتها لتتغلب على مرض السرطان هو استئصال الورم. عملت عمليتين عشان تستأصل الورم الخبيث. ده هنا بشار مع زوجته اللي هي شقيقة ريم، هما كانوا في ستار أكاديمي وكان في قصة حب بينهم، وهنا نشر الصورة ديت وهي حامل في ابنهم الأول اللي هو ده اللي هو زين، وبعد كده نشر صورة تانية ليها برضو في حملها بابنهم التاني. وعلى فكرة هو أصلا شارك في برنامج سوالفنا حلوة واعتزل بعد كده أما خلفه بقى إيه تاني اللي هو تيم، بقوا تيم وزين ربنا يخليه لهم، وتيم بيحب التايكوندو ويرحم ريم. من ناحية أخرى قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربي أن جدتها توفيت اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 منذ قليل داعية الله أن يجعل مكانها الجنة. وأضافت رزان عبر الفيسبوك: البقاء لله، توفيت جدتي الثانية الغالية صاحبة الابتسامة الحلوة، كانت دايما تقول لي أنت قطقوطة وتغني لي. عقد اللولو شوية شوية عم يخلص، الله يرحمك يا تيتا هيفا، راح نشتاق لك ومنحبك كلنا لأنك ربيتينا على الضحكة. عزاء للعيلة كلها، العزيز سمير وأحمد وسميرة في جنة الخلود، الله ينور مكانها. سلام لخالي وكل الأحبة، أنت من ريحة الأحبة، سلمي عليهم. الله يرحم جدتها ويعزيها. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.